الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. إلهي سبحانه وتعالى مر الله لمرك أقوم أدونك كانوا أودجيو سببت الله كان يوحي تهي إن لا فيري سيد أي عمل قبنايان إنو إلهي إيغا أو نفيريو إني كسو بحيان تكاليفتي إي وحيابه إي واجبات كي مركا الله ديري قولا كستو مركا أدون كالكيني جيري مر الله لمركا قولنا إن كرتوك وكالنا أي راعان إن الله لا إنتي راعضي نبي الله صو ديري وأمر كي فلسين ولا بدبادين جيري انتي كهر تمدنا الهي وهلاقي جري كبعدنا قوم كري ايا مركان لكين جري لما هلاقي جرين من لباب انجرين الا ظلم اي سمعين ما هني سيدا درتد بو الهي جري وكم قصمنا من قرية ما قايم باب بإني اون دبر جبيني او قرية اهيت معنا دات قرية اه قرية ميل دقنا اهل كذا كانت ظالمة ظلم فشي أيضا ظلم سمين ما بها لاغ إلى سبحانه وتعالى قوم أن قرد الرأي الظلم إذا بدر الله إيمان أدونك إلهي كما باب إيا من لها لاغو مركز يري وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة تظالمت أو ظلم فشيء أهيد وأنشأنا بعدها أيضا كقضالنا أن أمامضني قوما آخرين قوم كلبو يري إلى سبحانه وتعالى مروالبا انت اي ظلمك كجيران ما دريمان انت اي قردرسيك ايد كحد قذبك الدين اي كجيران ما دريمان سببت وحي تهي وحا امو قطا او بيدان تمر ومر والبو اي معان سنة يان ظلمك اي معاصيدة اي عسيان كي مركا كو نحجيران لكن مر الله لمركو عذاب كو يمادو مر الله لمركي باسك الهي يمادا اي قيليان فلما احسوا بأسنا مركي باس كيني اي عذاب كيني اي دريمين اذا هم منها يركضون وحي سميين اني قيليان اني دب النقضان اني كالعراران مركاسو اله يري لا تركضوا وارجعوا الى ما اطرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون عرارنا ها قيلنين وقتغان وقتغي دي ماها وارجعوا الى ما اطرفتم دب اقول لابت وحي الذين كفا جفاجيي وحي أدون أد هيستين وحي تمتع أد كجرتين وح الله لا وحي أد كدح مشاحيسين إي قريه نيبا لعلكم تسألون إن لذين سؤال الله أركا عذاب كان وإذين كدعي وحي أد قبتين أو حمانا أد سميسين والذين كسؤال يا لا تركضوا وارجعوا إلى ما أطرفتم فيه وحي الذين كقول رحي أولابت أو قمر قد أبي جرتين أو قواردي أد كتمين جرتين أو يحيابي الهيذين وارجعوا إلى ما أطرفتم فيه ومساكنكم قريهنا بالكلابتا لعلكم تسألون محيدهين يا ويلنا إنا كنا ظالمين وحكى لو أن نقوم واي هذا الكودة أن أهين هلا جيني وظالمين بان أهين هلا جيني وان ظلمي فلني هلا جيني ومعاصي أينقلني ويقرنا يعني يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم قيل ذو ذا أرنب إني تهي يا ويلنا إنا كنا ظالمين كم نأي سنسول حتى جعلناهم حصيدا خامدين إلا أن كدكنا بالله شفيب راي إلهي سبحانه وتعالى كورم هدي إلهي عذاب كيسي ماذا سبحانه وتعالى ميات كآمن نقطتين عذاب كي له أي أتيهم بيات إنو هبين إذن يماذا إذن كورنا إمين أهور دايا ميات كآمن نقطتين عذاب كي له إنو إذن يماذا ضحا وقت برقاء وهم يلعبون أيغو عيارة يسوق وحكوك لقد قضانا يبو الله إله سبحانه وتعالى أفأمنوا مكر الله دقرت إله ميتتك كآمن نقطتين
dhagarta ilaahay kama aamin noqdo ilaa qoom khasaaray maahane. Mar walba waa inaan ku jirnaa khawf, mar walba waa inaan ku jirnaa tamac, mar walba waa inaan ku jirnaa alla ka cabsi, mar walba waa inaan laazimnaa khayrka iyo wanaagga iyo ku socoshada diinta ilaahay subxaanahu watacaala. Walaalayaal, fursad baa ilaahay na siiyey subxaanahu watacaala. Kolkeenii baa la joogaa adduunka anagaa camirna maanta, adduunka anagaa joogna saad la socotaan. War qof walbo ku tala galbooska aad fadhisay shaqsi baa shalay fadhiyey. Meesha aad jiifato qof kalaa jiifay, meeshaad ka shaqaynaysa ku kala ka shaqayn jiray, meesha aad ku dhex mushaaxaysid gaariga ku wadato ku kala joogi jiray. Ayn xaggee buu ka baxay? Aaway xaggee buu aaday? Hal tasmac, hal tuxiso minhu min axad? War axad aad aragteen ma jiraa walaalayaal? Aw tasmacu lahum rigzan, shanqar ma ka maqasheen? Waa ma jirto. Sidaa darteed ayaa meeshii ay mareen ayaa la mari doonaa. Camal xun oo ay sameeyeen oo lagu halaagay haddaan samayno waa nalagu halaagi doonaa. Camal wanaagsan oo lagu najeeyo lagu badbaadiyey dadka oo ay qabteen haddaan qabanana ilaahay waa najeyn doonaa subxaana watacaala. Thumma nunaji aladiina taqaw, ilaahay mutaqiinta waa badbaadinaa subxaana watacaala. Wanajayna aladiina aamanuu wakaanuu yattaquun, qolo fara badan baa la najeeyo la badbaadiyey. Qolo fara badan buu ilaahay dhowray subxaanahu watacaala. Dada inta dabayla loo soo diray ilaahay qolo ka badbaadiyey. Qolo inta lagu qayliyey ilaahay qolo ka badbaadiyey subxaanahu watacaala. Dada inta duufaan lagu soo diray oo biyo wadata ilaahay dooni u sameeyey oo lagu badbaadiyey. Ummad fara badan baa la badbaadiyey. Laguma badbaadinin xoolo badnaan, ma lagu badbaadinin qabiil fiicnaan, laguma badbaadinin waxbarasho badnaan. Waxaa lagu badbaadiyey iimaan iyo alla ka cabsi ilaahay ka cabsada subxaanahu watacaala. wanajayna aladiina aamanuu wakaanuu yattaquun, waan badbaadinay buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. Intii ilaahay rumaysay oo muttaqiin noqotay oo cabsato diintii ilaahay raacday oo khayr iyo wanaag ku dadaashay, waan badbaadinay buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. Idan saasoo kale ayaa loo badbaadiyaa in allaala inta diinta ilaahay raacda, inta awaamirta ilaahay ku socotaa, inta khayrkii waxyaabaha ilaahay u diray samaysa. Walaalayaal, magaaladan aan joogno, wadamadan aan marayno, meelahan iyo waxyaabahan aan ku sugannahay aan ku dhex socono, war aan fiirfiirino miyaysan dadku arlada ku socon oo fayanduruu kayfa kaana caaqibatu aladiina min qablihim, ay eeg eegaan oo ay fiirfiiriyaan dadkii ayaga ka horreeyo ciribtooda. Kaanuu akthara minhum wa ashadda quwa, way ka badnaayeen buu dhahay ilaah subxaanahu watacaala, wayna ka xoog badnaayeen. Maxaa intaasii dheeraa? Wa aathaaran fil ardi, camiritaanka iyo raadaynta arlada. Hadday u badatay warshadaan ku sameynay, maxay ku sameeyeen dadka noocaas haddaad ogaan lahaydeen walaalayaal? Adduunka say u camireen iyo sida xaaladdu السلام عليكم ورحمة الله عدك ورم ولا ليال وحيابها أي كجرين يسيد حالة دوذ أي مركا أهيد مركاسو إلهي نوت الماما يا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كوبي أيغا كوري إرب دنبيت كودا ماشي أي أدن بيسي سي نقطي معركتين محي أهايين كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون عذابك مركو يمد مركي وقتي قودي لقاري مركو الله أقول تلقى لي إنو الدبر قوي وإسكو الدبر رذا أيقو نمبا وحبا أمتر وحي كسبذين فلما جاءتهم رسلهم بالبينات مركي رسول أتمد مركي آيات عن عدل قد الأخرية مر الله لمركي خير كي وناقي مركا الله شاقي بو يري إلى سبحانه وتعالى فارحوا بما عندهم من العلم وحي كفر حين وحي أكتو ذاها أو علمي وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وحاكو دغي وح الله لوحي كجس جيسايين مركي باس كهني أركن بو يري إلهي فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله إلهي أيان آمني إلهي أيان رميني دهين وحده أسكا كليجي ما أجدين ولا ليان غرمي لرميني يعني. ما وقت جذيبا لجوغا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده نحي انت كدرين وكفرنا بما كنا به مشركين وحن إلهي أغشرك يلي جرني وأدون
او قبيل اه او شركي اه او اصنام اه او اولياء اه دمان وكو ودا كفريني دمان وكو ودا قالوني. لكن إله وحقوق جوابي فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. إيمان كوذا وحو أنفع يا ملها إيمان كوذا وحو أترى يا ملها مر الله لمركي باسكيني أركان وسنة إلهي التي قد قرد في عباده وخسر هنالك الكافرون. قابطة وحاكو قصارى انت أمر إلهي ديدي ولا ليال ربي أنك بقنا طاعد إلهي أنك دذالنا أن نقون أمتص صوبنا طاعد ربنا كسعطة خير كان وناجسة وردور كيني بالجوجرة وقت جيني أدون كان عمرين نجوجنا أن دينك عمرنا أن طاع إلهي كدذالنا أن أمتص في عن نقون أن خير كي وناج بضينا أن دينت إلهي كسعنا أن نقون دت إلهي دينتي سأها الجماعة وخير كي وناج كدذالة ومدنا إلهي سبحانه وتعالى وجبقة وخير كي وناج جارسية ستبرئ أن حريص له أن عدوب يحوك إيو إناد أن مركا كجيرين أن دعاد إلهي نقونا سبحانه وتعالى إله حق أيان كبر يا بعدما دور كين إلى مرايو إنا كمد نقونا دتك إنت أدونك عمرا وأي جوغان خير يوناك عمرا إلهي سبحانه وتعالى إنو بدباديو أو بدباديو أدونك إي آخرنا إنو إلهي نقلق سبحانه وتعالى ولا لي الحدان فعنان وينو إلهي وانا بدلنا يا خولك لو كان سنة يا أو فعنان يسو دين تيس الدفاع عنيسا إلهي نقام بدل قاتي أن نقونا تدخير كي وناك مركاك وسعد وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى أعلم. هاي وايو حنفي وانكو سلام يا أدق يا شيخ أبا سؤالها وحاجر قبر وحاجر تقبر حنوسن أو صنكي أود ويسي إن أي صنته ولا عنا معها حنون ما أنتو سبتال الله تشيفينا معها مقالة دي دا وآصن كرتاسي دا سكولك حيتر مقالة دي هاي وأصعون كرتاميك ودا محيد دينتو كقبتا قبر داس ما يسسوين بيلاد علي كل حال مدك الوحوي وحان كقيب قلي صلاة دي عيد رقعات دي وقدم بيسي ما لا سلام نقصنا يا مس رجعت دي كلية أيام لما يسنا يا معنا ما لا سلام نقصنا يا بس رجعت دي اللبات أيام بلا بيا ولا تكن هي وأسئلة سؤال شلبات فليتفضل مشكورا شيخنا الفاضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي مركو تلمامي ضدك إسك أفرايا وعو كنت المامي مريضا أو على سفر مريض نوانا قانايو غف جيران بالولا جيدا إنو جيفا قصب إي مهيم أها بوكان صعد بمقل جرتين بوكان صعد إي بوكان جيف لبا جرتا إما لها لغوح لغو بارو بوكان صعد أكتا لغو قري جيري بوكان صعد أكتو معنا وا جيران يا وونا سعون كرا مركا ديهم ما لدهاي أدواب جيران تهي محا أسعطا أدواب جيران تهي محا معنا حنون با جيري كرا قف أسن لجي فنين لكن ديبكو هاي أسن كسومي كيرين وحوال بقو مرض أه أو حنون أه نعي دي ستن ولو أفريا وان سومي كرا يما سومي كري والا بضع حداد حنون صنتهاي ولقو أقولي حتى أضو حنون صن إنا تسومي كرتو أضو مسافر إنا تسومي كرتو لكن بشرط وإنسا نفتو إبتونين سيادرت الرخصة إلهي أيا مركز تفيع عن إن لقاتو قولا وحيدين ماذا حدوك حنو واد أفريسا علاش أديك حنون تواد أفريسا وايو إلهي بأير مريضا أو على سفر مريض سرير جيفا ما دين إله سبحانه وتعالى هدو سرير تسي جيفا وبكسي دارن طهيبا مركز سيادرت إن شاء الله ولا الأداء سيقانا إسكول كاغ أذو آذي كراه أيا لغا يابا مركز صونتو inay dib ku soo gaaro marka aday sa tahay waad iska afuri kartaa dib mala dib dambana waad ka soo qabtaynaysa insha Allah ta'ala almuhim wa inad ku haysa jir aadan ku soo mi karin ku soo hadaa doonto laakin jir aadan ku soo mi karin inay marka ku hayso rakacada hadii hal rakacad ku soo gaarto la salaam al khusada imaamka istaag oo rakacadi labaad marka la imo hal salaam an khusana insha Allah wixii imaamka ku soo haleeshaana tukada bu hadis ku yiri wixii idin ka tagana faatimo gadaal ka soo dhameey insha Allah. Naam, assalamu alaykum rahmatullahi barakatuh sheikh ilahi subhanahu wa ta'ala ku xifdiyo saailkan wuxuu leeyahay assalamu alaykum rahmatullahi barakatuh sheikh waxaad ii weydiisaa qof dumar ah oo umul ku guda jirto umusha quraanka ma ka akhrisan kartaa kombuyuutarka iyadoo uga baxaysa macallinka
ايضون تابنين كتابك قرآنك اه اهي. فليتفضل مشكورا شيخنا الفاضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ومش القرآن كما أخرسان كرتاؤه معناها أم قرها كأخرسته أم كتب هالله فورا أم كمبيوتر ماشي هالله صادقه أم موبيل كهكا ماشي هياله حالة نوع عصو كلاه ومش إيو قبل ديك حيط كقبتها وقت مسلوين كالسكو هاي كمت هاي لكن ديب ملحن هذي أخرسته أيضا أو كتاب كمركة تابنين إن شاء الله تعالى. نعم جزاك الله خيرا إلى سبحانه وتعالى كحب ديو سائل كان وحول ليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ربا إن شيخ ويقات شواب دينت إسلام كم حيكا قبتا قدنين كدو مركا مقع صابرين ما مقع على لب حكرا. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وحبك ما قبطه قدنينك الضمر كا دينت إسلام كا لكن وحي وحكا قبطه قدنينك حد قدب كا دينت إسلام كا أمر كا سالكا كلهين لكن ما لقودي كرا هاو لقودي كرا هادي وحير ومركا يهي لبات وين أن مركا جارسينين وحي انت بدن الدليل سيدان فوق هذا إن قبلها لجودي كرو حديث كتلمام هاي اللي بدأ جودن هدي أي كل ما بوير نبيك فقد وجب الغسل قبس بواجب آية مركا ماشو حلقة فهم يا بي ليهين إن دو مركا أيجنا لجودي كرو لكن جودنين كو ذا النوع عس إنه سنقانين جودنين كفرعوني جاء أما متك حد جودب كأ لكن ككل واحد بعتا مركا كوما سكنا إن شاء الله تعالى صاصا أنا مركا الله صمينا يا هدي ليس كدايو أيام ماشة كجرتان هدي ليس كداي دات كنن قاستا سوماد ويابا يعني وحي ليهن سي وح كجير كرتا ما قبر لداين علين كرنا اي وحيابا نوع عصو كلا ايام تقانا لغي يابا ان قفق او دو وحيابا هدى تنطق او ميل كستا كدعا او لعلين لا اي هاي فسنة منا اهان منا لدينين مرك قفق سو اله او حفظ سبحانه وتعالى كو تهدك لقفك هدي مر امتقانا او نقضو قف حالا دا لوغا بقايو اسلامركي او صو مدح قاضبا زوج بالو راديا عمر بن الخطاب بعد عركتين مر الله على مركي أي من نقطي وصبح عمر بو إيمانا يا النبي وحوتك يا عثمان بن عفان وعلى يا حفصة أي ما بين نقطي يا هلك مكوك ضراء أرمي النوع عسى أذيك وحن العرس كي سوى العرياء يقد داي كهل يالي هلا طلعي أنت هلا قد جاه إيو أرمي النوع عسى كلا وحواي وحيا بقفك وحكوب بني صنايو مركا واحد جرا مركا معها مركا قبلها حالة ساسا مركا الله سمينا يا هرين تعدي الله سمينا واسكوناك سنتهي ساسا انا مركا اللود دليل سيدا مقع صابرين صابرين واحد يواتا مركا كوما سكنا ان شاء الله تعالى. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى هاكو حفدي الشيخنا الفاضل نمدان وقبر ريوطي وردي يا خالد لو فهمين هدان ايرا واقب الريوتي ريادي وحان كوالا ان شاء الله تعالى له سفير جري وحان كو ريوضي اسلام واهور غيريوتي او سي رحمد له هب انت اسكو سيني دبنك اسكادون كني اي فصير وايهي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهي وايهي ومدة كوبات مدة نوح الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال قرابة هدي كوربان هدي سن كوربين أنيقنا أن ربو إن أن حريريو محان سمينة يا أنيقنا أن ربو إن أن حريريو محان سمينة يا ومدة لباد مدة ستحة سائل كان وحول ليه هاي ربضان كي تمان كي دنب أياه يدي وحي كوريوطي أنيقو وعيرسنا هايو رتيوين أنيقنا كعراري مساجد كي أيان كجلي وحيتر مساجد أيات كي جشي ما أديك نوات فرح سنيد مركي مساجد كأت جشي بويسكت تجي أديك وقصلي يا أيات مساجد كي هالكاس بعد إلهي كجوب بادي مركا يسافر إن شاء الله تعالى. فليتفضل شيخنا الفاضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. تكوات رياضة لغو رياضة دتك دنتي أم أمواتك أوح دباتاكو مسكنا وح مشاكل مالها وح دبوين أو غفك جارسيني سو قف دنت أكو رياضنا مركا مجيران قف مرهر دنتي آيات سالانتي هبات سيسي ودسكوسو بودين واحد بعد مركا كوما سكن إن شاء الله تعالى بل أون حال لغوت الماما يا أول لغوت صالينا يا قف كهد أهل خير أهانا أم حيابا أسمين هاي هذا دوري أتقيني إنو كوكو قوبا بنا واتكو قوب ساناتو واتكو صعتو هذي قف أهل شر أهانا إن وحا أسمين جري حمان أه أد مركا كفقات إن شاء الله تعالى واحد بقى أساس أسيوين أوكالا مركا مالها مركا واحد كارو دبقى أساس أسيوين مجرتو قرابة دا كوسو هرتي قرابة دا هدي ايو كربين اي كنا عيان سي احريرين كرتا واد حريرين ايسا واد كسي واد ايسا واد اسكو دادجي نيسا اسكو دادجي سالي رهدا اسكو دادجي سادر تيد با وحقف كهورينا وانسو تلماني واصل كا اه اي قراب حريريها اه لما دوه ميد كمركي ايو فرح سنيهين او لسكو يماذا او وحك استسيو مكافيقا اه لكن ميد كا واصل كا اه بويدا نبيغا وميد كا مركي اي جويان اسغا حريريا مركي اوديدان اسغا سييا مركي نعان اسغا جعلادا حديث كساس مركا تلماما ميدكا كلفتي سواصل و يهي و خيري لكن واصل كحقيق با وا ميدكا نوعان ا لولا جيدا لكن مركي حناقان كيلا حناقا مركي كامسان كيكا امسا وحما با اهم با مركا سادرت وات سمينيسا ان شاء الله تعالى واتي نبيغا نينكا او يميد اي او يري وحان لاي قرابه وي ديبان وان وناجيا وي حميان وان فعنيا وي ايغويان وان حريريا كورن ها غوين بوير سيداد كوسوعدا sida taad ku tahay aad ku socoto waxa la mid ah adigoo dambas kula cabsinaaya ilaahay nimcigaaga ka suuli maayo inuu kaaga kaalmeynayo maadumta cala dalika lama dhin markaad goyso haduu gooy bis way wala kala arsaday laakin intu xaaladda saasi uu isku dhadhajinayo ayagu ay nacayaan as u jeclaanay ay u diidayaan u siinay ay goynay u xiriirinayo ilaahay ayaa dhahir u ah oo kaalma u ah oo garabkiisa marka joogaya insha Allahu ta'ala ratiga baa ku soo haray ratiga ayaa ku soo haray dhorbo waa arimo iska macquul in waxa macquul ah horeyna waan u soo tilmaanay hadii qofka uu yahay jamal midtalan uu yahay ii sheeg naaqa aan marka aheyn dhadig ee lab uu marka yahay qofka la cirsanayna dumar ay tahay waxaan hore u soo tilmaanay inayna ka carrin ba fiicnayd horeyna waan u soo fasirnay waan filayaa laakiin mashaakil malo carki aad carartay iyo waxaad ka gashay masaajid مساجدك aad ka gasho waxaad soo baxday adigoo faraxsan macnaha inuu sharku ahaan waa iska macquul badama aad ka soo baxday adigoo markaa faraxsan macnaha waa shar ilaahay ka badbaadi insha Allah ta'ala laakiin zawaaj iyo waxyaabo nooc aan hore markaa ku soo tilmaanay nacam ahay way haddii ubax u soo toora hadii arooska riyo lagu safray ubax u soo toora وايه إن شاء الله تعالى وايه بسم الله الرحمن الرحيم سائل كان وحول لي هاي هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي صلاة السنة الظهر كك أن أفر باكوه الرئيس الرقعدود مياه لإسكود دركرا إيو وحان مقلي صلاة عصر إيو صبح سنة لغامات دم بيسين كرو مركا وحان تكدا صلاة مركان aan haajad leeyahay iyo salaad laba ragcadood baan tukada waxaan ka wadaa casr iyo subax miyaa ka dambeeyaan wax salaad ah salaad haajad aan tukada iyo salaad tawba miyaan sameyn kara ahay insha Allah ta'ala wa alaykum assalam rahmatullahi barakatuh wa mid koobaad ahay midan labaadna waxay leedahay midan waa salaan igu socoto xagga hoos ka dhig insha Allah ta'ala midan waa salaan ciid mubaarak insha Allah ta'ala ahay midan waxa leedahay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan ku riyooday anigoo dad i dhibaya markii dambe dadkii waan laayay markaan laayo ee aan dilo ayaa laygu yidhaahdaa dadka dishay saydaama ahaayeen ahay shayaatiin ayay ahaayeen dadkii aad laysay sheekhi duce in ilaahay iga dulqaado
riyaa nafti ii keentay waaye. Bismi illahi raxmaan raxiim. Gabar ahlo khayr weeye. Falyatafadal sheikhuna alfaadil. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة السنة ورنتا صلاة دور أفر باكا هريسة أفر تترع سين كرتا هل أتحيات تسميني ساديد أدي أدونتو لابا لابا نواد أتوكن كرتا لابا إنا تكتو سلام نقصتو لابا كلا أتوكتو سلام نقصتو أفر تهداد حرير سو هل أتحيات أدو سميسان ويكا قديسة ولا إن شاء الله صلاة هن كلا أتل مانتي صلاة حاجة إيا صلاة امتقانا توبكين إيا لابا لابا رك عدوا لو تكن كرعيغنا إباتكم مسوغنا دم بعد ليدا لابا رك عدوا تكنيسا إلا بعد أقول دواني سا رسولك صلى الله عليه وسلم إذا نابه شيء بادر إلى الصلاة مركة نبير أوسوف وتسار صلاة ودق دق جري صلى الله عليه وسلم مركو حالتك استدوانا صلاة دق دق جري أرحنا يا بلال بورن جري نقول راحي رسولك بلالو صلاة دا مرك رسولك صلى الله عليه وسلم محا التلمامي هبك قفك مسلم كأه ومرك استخيرك وناك وكوغار إني صلاة دا تاي صل بي كتبت وحرير إلهي أدونك سكرد حيا واترت استخارة لتكذا مرك أرين أدونتو هير وحدد كور إي جاري جرين أما سحوض مرك أي ميل مر سارم مري سيو لن يرضى أي آد أقصو بلابنايين كتابك إيو سنادة إيو سيدا لوغو عمل فالي جيري ويلك مركو آذا هيو مغالا ذا لابادة سروال إي أصوران تاك بيكان كسالة مدوها ماشا على سورتو لابادة استيقاري سنجيري كيب قادتا مكان عصانكا مساكن مدوغا kaso loo istiqaari san jiray ka waran walaaleen iimaanka yarku garsiisnaan jiray haddana waxa laga yaabaa qofka inuu aad isaga daciifo oo salaadii waajibka xataa la dayaco oo waxyaabo far badan la sameeyay waayo markii ilaaha ka barina inuu xaqna waafaji walaal sameey salaad hadaa dan u baahato hadaa arin yeelato hadaa wax u baahato laba rakacado dambi baad ilaahay ka gashay subxaana wa taala laba rakacado baad tukatay istiqfaar iyo dambi dhaafad weydiisatay ilaahay wuu ku saamaxayaa subxaana wa taala tawaasina markii waa kalaana waan ku duceynina insha allah taala هذا وقاعد إنه إلهي كاقبته إنه إلهي سبحانه وتعالى وحي الشر هي ضمان وكاقبته هذه أرنت أصعد أركتي أم تقانا أض ليسي وكدي بلوير الشياطين بمركا أهاين إن شاء الله وتقولي سني ساعد وقاعد الشياطين تنت صوت نبى اللهم آمين. نعم هاي ما شاء الله إلهي سبحانه وتعالى شيخي هكو حفديو الدنيا أخربا دنبقى قيد دنبقى لتكاب الله دافو الكن سواشان ولالكن وحلي هاي شيخ هدي هبين كي لإسكو چنابودو دركي لغو چنابودي هدو قلالو صلاة دنبقى لغو تكن كرا إسوغو آن لدقين جزاك الله خيرا سيدا آد نوغو بياني سي وآي هاي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا يقول لك؟ 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 intaas markaan ka gudbo dhirigelintaas ee taas salaam aleekum raxmatullahi barakaatuhu walaal waxa jeeqay weydiisa qofka isagoo jinaaba qaba quraanka ma akhrisan kara afka ma tasbiixsan kara ahay labadan su'aalood waa isleeyeen insha Allah ta'ala ahay waa yahay midas saddexdu waxa leedahay salaam aleekum raxmatullahi barakaatuhu jazakallahu khayran sheikh xasan iyo xanafi sheekha kareebo waxa ku riyooday anoo jooga meel doog badan oo aan miro aad u macaan aan cunahayo oo aan guranahayo oo aan faraxsanahay si aad ah insha Allah ta'ala waxaan uga beeraya Sheikh Hassan Ibrahim Ciise Maaroos ba ma jannadiiba Allahu Akbar fali tafadhal mashkuran Sheikhuna al-Fadil ilaahi subhanahu wa ta'ala dunya akhira ba ku xifdiyo ta u horeysa minida haddan ictibaarino oo aan qaadano qowlka ugu adag oo ah inaysan najaasa ahayn maradii ay gaarto waa la isaga tukan karaa haddii la qalasho oo la waayo meel ay marka ku jirto waayo minida atcaisha ay leedahay markay qoyan tahayna marada nabiga waan ka dhaqi jiray markay qalashana waxaan ku dijabin jiray bidufur iyo cijideeday tiri ku dijabin jiray wuuna ku tukanay rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka haddii la waayo meel ay taalo iyo meel ay ka baxdayba ka waran
ولا سيقول تكنيا إذا نجاس إني سنهين أيا أكثر كلا تلماما مركا دباتا مركا كومسكنا إن شاء الله تعالى جنابة ذا قفك قب قرآنك إنو سن أخرينين أيا ونكسن حيتك إيا جنابة ذا وحيكو كلا دوينهم بالي رهذا حيتك دور ما الموت بصعانا يا لكن جنابة ذا قفك مركو أصيبه إسلا مركي إنتو بحق ومسخوشة قلو قبي سنكرا دوا دقيقة كبعد القرآن كيسو مركا هو أخر سنكرا قرآن كيسو أخر سنكرا مركو حان أدو أيدي لها جنابة ذا قفك قبه إنو سن مركا قرآن كأخرينين كدب نقول مركو رسو قبيستو واي واح دير أوي كا قادان يسو حل قرآن كو هلمانسيي إي واح نوع عاسو كلا سيدا حيدك مركا ماها إن شاء الله تعالى ميش الدو قبضان مرها في عن لغا قرانا يانا كل وا نعمة اي برواقو تي ادونك اي تي اخر لبضبا اسكر نقون كرتا جاند وا دوك مرا في عنا ويلي ذا هاي تيادك اللي لو حكو سي تلما ميل لغو فرح سماده او قفك او كفرح سرور او كهلو ولقاهم نظرة وسرورا بو اله كو تلمامي اذا اسكو سو دودوبو وعنو كو فصيرينا وعمل وناكسن او قفك او دائمي دونا ان شاء الله تعالى الا وحا ارادنا الهي كسي ان شاء الله نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى كحفديه شيخي سايشا وحل هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أميرة وعليكم السلام صونك إيو صونك أيا وحا إيغتك تي أفر عشو أرفرتو يريارا مدان ويلش إلا نيرادها باللوغو تلقلي حنث بواوايل farta loo soo waweeyay jazaakumullaahu khayran ama ku yeelaha loo soo diro labadaas mid la sameeyo wuxuu leedahay waxa iga tagay afar cisho markaan hadda soomo lix soomo lixda shawaal ma iga gudmeysa soonkii la igu lahaa mise isagana waan soomayaa waayahay waaye waa fahmay insha Allah ta'ala jazaakumullaahu khayran ahay waa midda koobaad ahay middan wax leedahay wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal gabara waxay khuriyootay ahay waxay ku riyootay bay ka wadayaa khaadaas khalad yaan loo fahmin insha allahu tacaala waxay ku riyootay mas dheer oo mukulaal rab waye insha allahu taala waxa isoo galay raalli ahaada af soomaaligii oo dheylada isoo galay yaryariiska ku yaryarka ahaa baa isoo galay marka raalli ahaada marka waxay leedahay ahay masdheer baan ku riyooday oo mukulaal raba iyaduna ay ka carayso asagiina waa laga fujin waayey wuu cunayaa إلهي هايدا حفديو أديك يا شيخ بالله عليكم يقد بيا وان بقيا واسكاب مارتو يكا بقيا سامية قبض مسكين تا واي ومد الله بسم الله الرحمن الرحيم اكا قد بيا مدان قبض نعم وحلا دنكي ويسد ميقات شبيه ninkaygu weysada meega jabi ah waayahay waa gartay midda labaad waxaad ii weydiisaa su-aashan marka igu salaan shiiqa ay maxaan dhahaa magacaaga ma sheegaa ilaan meesha 210 qof baa ku jirta ahay awoogay oo dhintay anoo la jooga ayaan ku riyooday insha allahu tacaala gabar ducaada ka mid a weye insha allahu tacaala baa sheekhu salaamaysa جزاك الله خيرا فليتفضل شيخنا الفاضل إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سواء كأفرت إيش إيكا تكتي ولال هدي أفر مال موت وشوال أهات صنطو أفرتي كاتكتين ولا غاربا سديد مال موت بد لغاربا lix shawaal ah iyo 14 aan dhahay afar maalmood baan soomay oo iga tagtay shawaalna waan soomay shawaalna waa ii noqonaa waana iga gudaa ma jirto xaaladda noocaas ah
marka xaaladda sidaa ma aha, afartaa cisho ee kaa tagtay dib isaga dhigo, talanku siinayaa dib isaga dhig. Lixdaada shawaal iska soon, markaad lixda shawaala soonto iska nasa waxoogaa, markaad nasatay kabacdi afartaadi iska soon. Sababta aan saas kuu leeyahay waxay tahay shawaalku meel buu ku egyahay waa 30 maalmood keliya, laakiin qallada facidatu min ayaamin ukhar buu yiri ilaahay, ilaa shacbaanka soo socda waad gudi kartaa haddii naf alle kugu gaarsiiyo. Haddaad farido tahay laakiin intaad 4 maalmood hadda soonto qalladii aad guddo, lixdii haddana aad xiriiriso intuusan cudurku ku imaanin, 10kiiba oo jumlo ah ilaahay aad u rafacato waa malab iyo caana ayadana saasoo kale insha allah. Allah ku waafajiyo xaqii wanaaga, ilaahayna ha kaa gudo. Gabadhan waxay ku riyootay mas dheer, mugulaalna wuu cunayaa. Mugulaasha waxaan kugu fasirayaa nasiib adiga aad leedahay. Waa kow, inta badan mugulaasha dadka ku riyooda ama bisada waa nasiib. Rabbana cajil lana qitana, qit mugulaasha lagu magacaabaa, laakiin waxay yiraahdeen rabbana cajil lana qitana qabla yowmi lxisaab. Marka mugulaasha sideedaba wax ka biti badan malebay yiraahdeen soomaalida, nasiib ley waay. Marka waa nasiib aad leedahay, laakiin ayaan dara nasiibkaaga cadowba meel u jooga, cadow ayaa meel u jooga, maskana cadow baa lagu fasiraa. In badan ilaahay ka magangal subxaana wa tacaala, riyo wanaagsan maahan. Ninkaaga weysadu makaa jabinaayo, balcaaw cishaha ka bilaaba intaa taawato haddana tuko, ilaahay idinkii khayr wanaag baad ku gaaraysaa, sunan waad noolaysay, awowga oo dhintay adoola jooga ayaad aragtay. Way iska dhacdaa xaalada noocaas ah, awowga oo dhintay haddii aad aragto, hore baana u tilmaanay awow wanaagsan hadduu ahaayo kheyrkii wanaag uu ku socdayna waxaa lagu tusaaleynayaa ku dayo. Haddii ilaahay maqadareenin aan wanaagsanin u ahaana waxaa lagu leeyahay wuu ku agfadhiyaa maujeedaa, iska ilaali camalada uu markaa samayn jiray. Teeda kale sadaqii wanaagna u bixi awowe, kheyri wanaag buu ilaahay ka siinayaa, adigana ilaahay kheyri wanaag buu kaa siinayaa insha allahu tacaala. Wax kalena waa lagu fasiraa, laakiin intaa kasaga gaabsa insha allahu tacaala. Nacam. Waayahay san Ibrahim Ciise, ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ku saaro. War caawa haweenkii riyada miya oo kale caawa dhan waxaad u lahaydeen caawayta waa jamci, waa jamci, waa jamci, waxaa laygu wareerinayay maryooyinka ahayn waa jamci, waa jamci, waa jamci, xanafi waa jamci, waa jamci, waa jamci, shuuxala la wada riyooday kulli. Bismi illahi raxmaan raxiim, allahuma salli calaa sayidina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam tasliima katiira kabiira. Mid qosol aan akhrinahayay mar dhaweyto oo maarata aad u cajiib badan, ilaahay subxaana wa tacaala haydin xifdiyo ahay. Tan waa laga jawaabay ninkaagii waayahay. Ilaahay bismi illahi raxmaan raxiim. Saasha waxa leedahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Sheekh, waxaan ku riyooday muddo 5 sano ah aniga oo dad aanan aqoonin, dad aan aqaanay oo dhintay la jooga oo la qoslaya, dadka in badan bay igu soo noqnoqonayaan. Riyadaasu sheekhu iga jawaab, waa riyadan waxaa la yidhahdaa reer aakhiraad, waa riyo reer aakhiraad ah. Waayahay ahay su-aasha waxa leedahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Akhi, salaada sunnaha ah ilaa dhowr qof ma la isku tukan karaa sida salaada waajibka ah oo kale? Wadaadkana xaajiyadiisa uu rabaa inuu salaadii sunnada tujiyo. Waayahay middaan wax leedahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Inuu dhinac baan ka marayaa, walaashay ayaa ku riyootay mar walba iyadoo carareyso miika wadaa caaro ayaa ku wareegsan bay leedahay. Waa caaro, waa baashan guryaha gasho, caaro baa ku wareegsan. Waayahay insha allahu tacaala midaan aan ugu dambaysanaya waxa leedahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Waa idin salaamaya adiga iyo sheekhaba, jazakumullahu khayr. Waxaad ii sheekha ii weydiisaa markay gaaladu ay qaban ahay qabaan san guurada ahay sanad guurada ay sii lacag oo ay kuu siiyaan lacagtaas maxalaal baah? Gaalada waxay tiraahdaa sanad guura wacan, marka sanad guuradii bay lacag kuu siiyeen, lacagtaas maxalaal baa? Falyatafadal mashkuura sheekhuna. بسم الله الرحمن الرحيم. تكواد مدشن صنعه ضد انت لك اجوجه
dad dhintayba kugu soo noqnoqonaya, ku ag jooga. Inta badan waxaa la yiraahdaa dadkaas ama arintan waxay ku xaqiijinaysaa ama ay u baahan tahay ama mar walba ay daliil u tahay geeri. marka insha allahu tacaala soo noqnoqodka geerida waa xaq walaalayaal, wax laga baqaa markaa ma aha, qof kastana ajal buu markaa leeyahay. marka saa darteed way rabaan inaad u aado, inaad aaday rabaan ahlu aakhiri ahlu aduun. maxaa isku keena, maxaa isku keena ma naqaanaa? waxaa isku keena keliya ahlu aduun ma awoodi karaan inay ahlu aakhiri soo celiyaan, laakiin ahlu aakhiri in loo tago way u badnaanaysaa. marka saa darteed dadka dhintoo kugu soo noqnoqda in badan ma wanaagsana insha allahu tacaala. laakiin qeybta kale lagu fasiraa inta ka badan ka fiicanoo la yidhaahda haddii qofkaas kugu soo noqonoqonay ahlu khayr uu ahaa, waxaa lagu tusaalaynayaa inaad khayrka ku dadaasho. hadduu ahlu shar ahaana waxaa lagu tilmaamayaa in sharta inaad ka fogaato, taasa aad iyo aad loo qaataa inta badan. ama soo noqnoqod badan hadduu noqdo, ama mar kasta nin dhinta unbaad la fadhisaa, maxaa kuu geyrida fadhigiisa? kulli adiguna waad sii socotaa insha allah. ilaahay halaga magan galo subxaana watacaala khayrkii iyo tawfiiqda iyo waxana allahna waafajiyo ilaahay idinkii. sunaha waa la isku jameeceysan karaa, wax dhibaataa kuma sugna. salaad sunna ah jameec waa lagu tukan karaa. soto taraawiixda lagu tukado waa sunne, soto qiyaamka iyo tahajudka lagu tukado waa sunne, soo maaha? marka wax dhibaataa kuma sugna. gabadha iyo ninkeeda haddii guriga aayar intay ku sunaystaan, odagana intuu kusoo tukado jamaacada masaajidka, inantiina ay hore usii tukato, sunnihiina ay wada tukadaan. xataa waxaa la samayn karaa ninka ragga ah intuu soo tukado jamaacad, jamaaca uu kusoo tukado, uu guri ka yimaado, uu gabdhihii iyo xaaskii u tujiyo, asaga sunnay u tahay, ayaguna waajib bay u yahay. mucaad ibnu jabal oo kale qoomkiisa intuu nebiga lasoo tukado, yuu qoomkiisu imaan jiray, wuu tujin jiray. mucaad salaada hore waa u waajib, tan dambena waa u sunno, dadkana waajib bay markaa u tahay. nin sunno tukanaya, dad waajib tukanaya way ku xiran karaan. adoo cishihii weli aan tukanin, aada waxaad timid taraawixdii oo lagu jira, cisho ahaan baad kula xiranaysaa. laba ragcaad markuu imaamku salaam noqsan, labada kale tuu istaagaysaa. waxaasoo dhan waa la samayn karaa walaalayaal insha allahu tacaala. walaashaa mar walba caaraa ku wareegsan, caaraa ku wareegsan, soo maaha? caarada ku wareegsan waa tabar darri, waa gabar doonaysa inay wax qabsato, inayna u hirgelaynin. sidaa darteed baa waxaa la tilmaamaa aayadda qur-aanka markay fasirayaan oo ahayd suuratu cankabuut, wa ina awhana albuyuut labeyt lcankabuut, maxaa lagu fasiraa mataqaaniin, labeyt lcankabuut ayaa ugu daciifsan marka leeyahay. qolaa waxay yidhahdaan gurigeeda waa aragtay, soomaaha? marka gabadha yariista ah intay xaaqin soo qaadato ay saas ku dhahaysaa, way kala dhexdhexaysaa. taa waxaaba kasii daran baa la yidhi ninka caracaarada ah, raali iga haada haddii nin iyo naag aan ku kala fasiro, iyo naagta caracaarada ah waxaa awood badan baa la yidhaahdaa naagta. guriga waxaa u taliya naagta, macnaha dadka biolojiga iyo xayawaanada iyo waxyaabaha u kuurgala markay fiiriyeen, marka ilaahay uu leeyahay ina awhana albuyuut labeyt lcankabuut, keliya anaga waxaa laga inaan u fahamno guriga oo tabardaridiisa, tixsi hadduu dhexgalo wuu soo dhacayaa. laakiin macno ka weyn baa jira, ninka ragga ah ee carcaaraha ah waa laga awood badan yahay, waa laga karti badan yahay, waa la garaacaa, macnaha way canaanataa mar walba. waxaa marka awoodda iska leh ee gabadha carcaarada ah, raalli ahaada gabadh hadaa dhahadana, mar gabadha carcaarada ayaa markasta awood badan. marka taas marka waxay tilmaamaysaa inuu ilaahay ku tilmaamo subxaana wa tacaala, wa ina awhana albuyuut labeyt lcankabuuti, waa guriga dhisita dhisdhaantiisa laftigiisa, guriga kan ugu tabar daran waa labeyt lcankabuut, bacdama ay gabar u taliso ama caracaro naagay u taliso. marka walaashaa insha allahu tacaala tabardarri baa ku jirta, waxyaaba fara badan oo iyadu ay u baahan tahay aynan u qabsamaynin na way jiraysaa. laakiin ilaahay khayrkii wanaaga ha ka barisa mar walba, khayrkii wanaagana ilaahay ha weydiisato. wax mashaakil ahna markaa kuma sugna. gaaladaa kuusoo hartay nin gaal ah ama gabar gaalad ah oo haddana ciid leh oo feestadoodii baatilka ku jirta, inay hadiyad ahaan kuu siiso, horta wax ishaada laga arkay, waa ducfi anaga markaa nagu jira. inay nagu soo dhacaan, ay nagu soo dhiiradaan maba ahaynba, inay naga heebeystaan bay ahayd. allah ciidiinana ma jecla muslimiinta allah see, laakiin haddayba farxad na siiyeen, waa waxay anaga naga arkeen, soo maaha? adaa laga arkay, ishii laga arkaa, ushii lagu tumaa bay soomaalidu dhaheen. gaal intuu ku wadiyo oo weliba waxyaabaha awqaada caadiga dhib kuma sugna,
هدية ولا كلا قادن كرا ولا سيسين كرا ولو نبي محمد صلى الله عليه وسلم نكي قال كمركو هدية دي أوكيني ما يبو لهاي بعدما كافر تهاي ثمن كو كسب بحيب وعلي صلى الله عليه وسلم مركة تروحي تلمامي سان نكا قال كا مقفك كافر كا مر والبا أهو إن أذيك كهي بد بدن تهاي إنو كهي بيستو ما إن انتقانا أو كوكسو ديرادو قدر أي نعضي إنو نكوسو ديرادو أو أبحنا سيو ومتقانا عيد دي دي واي أوكو يرهدو وان عصني مدينة والدقو نمدينة وضعف جينة وضعف الإيمان نمدينة ولا ليال بل سبحان الله بهاي هاي إنا كرتيا لنا إنا إنا فهمان ما هي ديننا ما هي تهي دين تدينا ما هي قصة ما يسنتها ما هي نودي ديسا ما هي نأقلاني سا قال إلا حد كي امتقانا الاسكوسو دوان كرنا إلا حد كي حرير كي يلان كرنا إلا محا مهبونين إلا محا هبون انت صوت نبا وشي مهم ولا جمر ما أو أنا جمر مينين مركز درت قف كمسلم كأهوى وحول بأعياد ذا إيه إيك امتقان الدين هذا إيه وحيابها الطماشات كذا كمتع إلى أن أرنت نوعا وعباده وحيابه يسمينا يعني أنا واه صاني سما هذا صان كي أنصان سكات الفطر بانو بحيني معنى وشكري أن كل شكرين إن إله سبحانه وتعالى وإن دوني إن إله سبحانه وتعالى نقصي أيجينا قال ذي يوحي أي سمينا ين إباطل كي أها بي أبحينا ين وحبحين مركاسي أنا جينا لصوا بيكسدين مركاسي أنا جينا سيين مركاسي أنا جي وحي نو أركان بإن أيجا أن كفر حصلنا هي الدون كي وحيابها كريم سليمان عليه السلام مر الله على مركي شمبركي هوت هوت كأها وأصو كشفي إن بالخيسة قبل الله ده أي سبب أي تهاي مش أي جوكتو ويرجع ورنا عساجرتو إلهي سكدي سشمس ذا إيه قرح ذا عبدا محي مركي وقدم بيسي ورقد وقدري ويري محوك يري إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قيبد أي هاي المسلمين تفيري شرفت أي هاي ينفيري ورقد أنت الله قرأ هد هد لوجو ديبي أو لوجو قري إلهي سبحانه وتعالى إنه وافجيي وكو قري إنه من سليمان بيكتمت وحي أصع وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي مجد هايكا كورنو قنينة وقتوني مسلمين دق دق يقو إماد إنكو مسلمين مركي لا تشطي دتكي مركي سكة حسام يسمى حيتري قبر عاقلات بأهيد العقب ما ندري دونا بيتري هديد بنسين دونا مجدا هديد هدو قاتنا وقدو يدون وانك أتكان دونا ومجحابين يا هدو لكن حولها نديدو وسليمان كان ورخدا صقري هديد أن أدير دون هديد فربنا وياه ومر بي رهدو وقاعد وانوطة ماتي فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال مجيدة ولا ليال ننكي حولها وذي مركو سليمان ويمد محويري ما هداد حول إيه كانتي ما هداد وحي زيادي نيسا أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم وحي إلهي إسيي أيا إيغا خير بضن مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون إذن كا أبح أبح إيو هديوين كاليسي سيسي كفرحي ارجع إليهم بويري حبتنا كما قادن بعد ما كافرت إيتهاي ارجع إليهم بحو علي بويري أقول فلنأتينكم بجنود لا قبل لهم إذن بان إذن لا إيمان دون آذن قبل أبود ولهين قارا وحي كفسران أسكري أقوه رأي أكتدو تاغن يهي كان أقود دنبين أكتدو تاغن يهي بويري عليه السلام عزة شرف قيبة كرامو مسلمين تأسكلا سيادرت يدولا لها كقاذان إن إساق علي بعدما دماشات كودي يعيدو دي يحيابها النوع عاسي كل صوب بيك ستاي أذيمون بيكو فيري نيسا وحد هذا بل أنتم بهديتكم تفرحون إرجع إليهم نعم كاتو أي سؤال شنو الشيخ حسن ورال وحن كويدين يا لبس سؤالات هدوا بدين حبض ما كان يجنا واي وسرعين لنا هدي أفكار كسر بعضي ورال صلاة شروق دا هدان دونه إن أن تكدو مشر دباه إن أن أتكار كدح هاي كدح شرو من الفجر إلى شروق مساء وانسك تكن كراه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحي كودا صلاة قرحضو مركي صوب حي سلة تكدو معناها وقتاس مدى الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا المرة البوحة كل ريوضة مصاص أمدد
qaar markii ay ama taleefoonka igu soo booqdaan ama ay xaafadda iigu yimaadaan habeenkaas masas baan ku riyoodaa. Ee walaal bal wax iiga sharax bili su-aasha ii weydii. Jannatu lfirdowse ilaahay aa kugu dhoweeya xashiikh waayahay. Aamiin insha allahu tacaala. Waayahay caawo masaskii waad soo tirabateen. Waaye insha allahu tacaala. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Annaha la ii duceeyey dan baan leeyahay, aabbayii hooyaha laigu duceeyey waa iga xanuunsan yihiin. Ilaahay subxaana wa tacaala ha ku caafiyo. Waaye taadu waa duco insha allahu tacaala. Hadhowta inoo ahaato Albani usug hadda insha allahu tacaala. Middan waxay leedahay, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, waxaan haystaa ilmo xanuunsan, waxaan rabaa in laigu duceeyo. Waa labo gabar waaweyn ahay, middanna waa duco weeye, gabdhaheeda ayay leedahay laigu duceeyo. Xataa musquul ma aadi karo, waa la caawiyaa ahay. Bismillahi raxmaan raxiim. Su-aal labadii hore iyo labadan ducada ah ahay waayahay ahay waxaan raacinayaa insha allahu tacaala. Midda kale riyo waa riyo laftigeeda. Ciid baa isoo mar maxay leedahay, ciid baa isoo martisay. Waxaan ku riyooday gabadhii oo dabka intay siday guriga dhan baa iga gubtay. Ha, cid bay ka wadaa, waa qolaa isoo martisay, ciid maaha, waa cid. Cid baa isoo martisay, gabadhii soo martisay baa guriga oo dhan iga gubtay bay leedahay. Bal ii weydii, waa gabadhaan jaarnahay waayahay. Bismillahi raxmaan raxiim. Allahuma salli calaa sayidina Maxamed. Ayay waayahay, insha allah taala. Sheekh Xasan waa qoranaya, aan u malaynayaa ahay gabadhaan saaxiibnahay baa ku riyootay, ninkeedu jannada ku jira. Arrin ninkeeda way jeceshahay, isagu waa riyo fiican weeye. Sheekh Xasan Ibraahim Ciise Faley, tafadal mashkuurna, ilaahay subxaana wa tacaala ha ku xifdiyo. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة الشروق أما صلاة مركة ورحضة أي صواب حضة وحا انت بطلن في عن قفك مركة صلاة سوحت كدو حديث كنت الماما يا عبار أوفرنيو وسك التسبيح صدا إلى أي كسر على الشروق ذي اعتماد ها رال هذا صلاة لغو مقعابو شروق معناها عد عيد صواب بحيتانكا waxa fiican qofka markuu salaada subax tukado inuu iska fadhiyo uu tasbiixsado hadduu kari karo uu markaa aad iyo aad u wardiyo ilaa shuruuqa la gaaro kabacda laba rakcadood uu tukado qofkii sidaa yeela xaj taam 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 buu leeyahay baa la yidhaahdaa sida xadiistu ay markaa tilmaameen markaakaa sidaas ee marka intaad jiifato aad haddana soo kacdo oo waxaad tukana aad dhahdo macnaha ma aha waa in saas xadiisku u tilmaamay aad markaa ku socoto masaska dadka ku riyooda inta badan waxaa wanaagsan horena waa usoo tilmaanay ma aha riyo fiican marba meesha waxaa lagu soo qoray amay owliyaal yihiin taas haddaan wax yar ka dhahno waa tii gabaygu shiiqii ilaahay u naxariistay uu yiri nin abeesa aqalka u gashay oo owliye u haystaa jira afjirbacadle marka way jirtaa xaalad noocaasa xayooyinka masaska mararka gobol ka mid ah ama abeesooyinka waa macquul inay owliyaal noqdaan laakiin waxaa inta badan lagu fasiraa hadda ka hor baa waqtigii waxaa dhacday baan yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam nin baa safray isagoo aroos ah ayuu baxay gabadhii ayaa wuxuu kula dardaarmay ama uu kula ballamay baa la yidhi inaysan bannaanka usoo bixin inaysan bannaanka usoo bixin marka wuu baxay markuu soo laabtay arkay iyadoo banaanka taagan ama banaanka fadhisa wuu ku qayliyey aniga igu qaylinayna guriga fiiri bay tiri abeesaa sariirta saaranba sariirtii arooskaaba waxaa saaran tahay abeeso wuu soo qaatay ul wuxuu damcay inuu dilo markuu saas rabay inuu ugu dhufto isla markii waxaa la gala garan waayey labadooda kii hor dhintay ninkii isla markii ugu dhintay intaa kabacdi baa nebiga loo sheegay sal allahu calayhi wasalam sukaan baa idinla nool buu yiri dad baa jira idinka aadan u jeedin oo idinla nool
هدي دعضو حالد نوع عنو كلاقة حالد نوع عنو كلاقة هدي دعضو وقد كو أرقتين قريها سدح مر إلهي انت تكون دارسان إنا إذن كبحان عطسادا إنا إذن كبحان عطسادا إلهي با إذن كون داريه نقبح إلهي با إذن كون داريه ساسا مركا لليه هاي مركا هدي كواس إيهين ويبحا يان سدح ذا وقتي كدب ما سدح مال موت با ما سدح وقتي وكلا فوق فوق با الله أعلم مركا انت وحي كدن بي هدي كبحي ويان مركا والدي ليا مركا هدي قدقيني اسك جربوا الله رسولك صلى الله عليه وسلم مرك كواس حال لغو قاس يلا أبي سوين كمجال ذا مدينة مدينة منورة أي قاس كتير ملاح كلا مرك كوم جيران أي أدي وياي أدي أبي سقر قصة قشو ده عو أوليبا يتمد أي بن يحياب كلا فوح يحياب أشت مجرت يحياب نوع عطوة كلا مرك تاسع مرك لا ترمى ما مرك إن بدن هدي تلفون الحاس أتقول هذا شو أبي سوين بدر كسا أنت بدن وعد ويال بن مرك كتير معنا إن شاء الله تعالى قرقة جبتينا guriga gubta wanaag baa lagu fasiraa ri ahaan marka la fiiriyo guriga gubta ma aha dhibaato iyo rafaad iyo mashaakil waxaase inta badan ee dadka riyada cabire ay raahdaan guriga gubtay wuxuu tilmaamayaa gurigaas inuu cizz iyo sharaf uu ka leeyahay xaafada inteeda kale xaafada inteeda kale waliba gabadha tilmaantay inay timid oo meesha ay sameysay dabkii waxyaabaha kale bacdama dabkii uu rafac noqonayo uu kor u baxayo uu iftiimaayo in guryaha kale uu ka sara mari karo in cidda meesha ku nool ay noqon karto cid cizi iyo karaamo gaari karta macnaha waa sida ee macnaha balaayo iyo dhibaato oo saas u weyn markaa ma aha dabka marka la fiiriyo ninka jannada gale lagu riyoodayna ilaahay ha u kaso insha allahu tacaala ilaahayna dhammaanta iyo kuwa jannada gala allah naga dhiga insha allah nacam شيخيغا اد بادو ما سنتا عاو وحان مقلب جري التواصل به ها هي التواصل به وان مقلب جري مرك عاو سو ددار من همين كي ريادا وحاي كو دران مد باهمينا دون هيستو وحي لهداي وساشي دي ما دا غدبنين بل عاو ان فيرينا بل وحي سو ود بسم الله الرحمن الرحيم ها هي سؤال وحان كوريوداي ودمدا يوروبتا ميد كميد اه وليبا ودنكي مصيبادو كدحداي اي نوروي prime minister ka isaga oo dadka uu la hadlayo inta uu xanaaqay oo aad ayuu u xanaaqay ayuu kasoo dhaxbaxay xagee buu kasoo dhaxbaxay kadibna aan qabanayo haye gabadhii waxa la leeyahay mas qabanayo waa garta kadibna aan qabanayo waliba oo xabadkan saarayo maxay noqonaysaa waa arin aad u murugo leh ii weydii please waa yahay ما حكم كي تعيش يا قبل ما قال شيخ وحسود الشيخ ندين يا ان شاء الله تعالى ما قبل ربطيني مدحوين سو شرح ذا الله اعلم ان شاء الله تعالى كقد هيا سؤال شيخ وحلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سؤال شيخ ويدي شيخه وحن كريودي انا هرددان او بلاباي كجيره كعبان اسيري مسس با ايغا سو بحي وري دمسس كان عاوا تر بدايهين بسم الله رب أما أنك الرياضة إن شاء الله تعالى بسم الله وهي هي مدانا محل هذا هي أنت شوالك أيا هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي أنت شوالك آيات أما حديث ميا كسو أروري شيق إي قد بي هي وهي هي مدانا وعلم كرسي وهي إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ حسن إلهي أكو عفدي آخرية أدون بآمين حنفي أدقنا سيدو كان إلهي أكو عفدي أدوني آخرة بآمين الدين تأد وقوش قين إيسان صلاة عصر سنو مكه الرئيسة مسا وي كدن بيسا مسا مبالهن فضلا وان كور ري إيوي دي شيقة آهي فليتفضل مشكورا شيخنا الفاضل لله سبحانه وتعالى دوني آخرة بها أكو عفديو بسم الله الرحمن الرحيم مدى كوات برما نسترك إلي قوة طيبة صباح وانا الريو ريو ذا نوع عطس أه ريو ونكسن معها ما في عناء انبلا إلهي كما قنقل إن شاء الله انت استاكتي عد قبطي كوان نأجي نبي طلباتنا
waad garanaysaan. Ta saddexaadna xabadka dhab intaas dhan baad isugu dartay insha allahu tacaala. Marka ilaahay kaa badbaadiyo xumaanta ama macaasida ama dembiga kugu soo socda, ilaahay kaa magangal taqwada iyo daacada iyo diinta ilaahayna ku dadaal insha allahu tacaala. Walaa tacud riyadan ilaahay ka magagal. Masaska aad aragtay intaad riyada seexatay aad jiifatay waa dhibaato aad iyo aad u weyn, ayadana riyo fiican ma aha. Adina ilaahay in badan ka magangal subxaana watacaala. Shawaalka xadiis baa kusoo arooray rasuulku uu tilmaamay sal alayh wasalam, ninkii ramadaanka dhammaystiro kaamila oo sooma intaa ka bacdi raacsiya 6 من شوال 6 شوال kamida buu rasuulku yiri ka'annama saama dahr, waa nin hal sano soomay oo kale, ajirkiisa ayaa markaa la siinayaa. Casirka sunno raatiba oo ka horeysana ma jirto, sunno raatiba oo ka dambeysana ma jirto, labadaba rawaatib ma laha, waa casirka, mana ka horeyso mana ka dambeyso. Waxaa la suneeyaa laakiin qofka waata la yiri bayna kula aadaanayn sadaq ee salaah, laba aadaan kasta intuu dhexayso aadaan iyo aqimitaane salaad baa dhexdeeda ahaatay. Marka salaada waa la tukan karaa, rasuulka sal alayh wasalam salaada wuu tukanayay. Marba waxaa la tilmaamay 4 ركعات inuu rasuulku tukaday sal alayh wasalam, ama uu tilmaamay qofkii tukaday. Marka waa nadbi laakiin ma aha sunno raatib ah oo casirka ay leedahay, ka gadaalna waaba mamnuucba. Ka horna 2 ركعات oo aan raatib ahayn haddaad doonto, taasoo loo isticmaali karo aadaankii aqimitaanka inta u dhexaysa 2 ركعة. Mar kastoo la aadaamo 2 ركعة bay leedahay, taasay soo hoos gelisaa, laakiin rawaatib markaa ma laha insha allah. Nacam. ilaahay uu ducadaasna aqbal. Waxay ahay gabar baa waxay ku riyootay markay dabaal afuufaysa iyo yaanyuur iyo yaanyuur ku dul socota. Ahay yaanyuurta waa garanay, laakiin dabaal maxaa la yidhaahdaa allahu aclam, ma garanhayo. Waayahay su-aasha labaad waxay leedahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Su-aasha qof dhintay rabadaanka ka tegay ma loo gudi karaa inta ka tagtay markii qofkaas uu jiran yahay, waa mida labaad. Midda saddexaad waxay leedahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu, walaal waxaan ku riyooday iyadoo qof gowrac la idhahoy waana gowracay, haddana tartar baa la idhahay laygu yidhi anigoo qaylinayana anigoo qaylinaya oo dhahaya ma jarjarayo baan hurdadii ka kacay. Bismi illahi raxmaan raxiim. Midda saddexaad waxay leedahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, qof baa wuxuu ku riyooday 2 habeen isagoo qof jiin qaba qur-aan ka saarayo, qofkii gacanta wuxuu ku haystaa weel dab ku jiro, weelkii buu ku tuuray qur-aan buuna saaray shiikh bal jazakallahu khayran. Waayahay فليتفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ضريل إني تهان فيلا يا حنفيو رياضة إني دبيل تهي أفوفيسة أما كعيسة لبانيسة دبيش سيدي دبواريا ونكسن واريا في عن inkastoo ay jirto dabeyl wax halaagta, haddana inta badan dabeysha weliba hadday xoog sii leedahay waxaa la tilmaamayaa risqi ama barako ama naxariis inay tahay. Ilaah wuu soo diraa soomaha dabeysha nushran bayni yaday raxmatihi, naxariistiisa ka hor. Marka ilaah risqi kheyr badan iyo waxyaabo markaa siiyaa, inta badan hadday weliba dabeyshu xoog leedahay waxaa la yidhaahdaa qofka noocaas ah
amu yahay qof raba inuu madaxweyne ama wasiir ama jaga noocaas inuu qabsado, waa suuragal ayadana. Qofka riyada soo dirsaday, bal adiga xanif hoos ugu qor, waxaan filayaa inaad tahay qof manqab raba, xataa haddaad dumar tahay, wasiiradda qoyska iyo waxyaaba noocaas in lagaa dhigo in niyadaada ay ku jirto waa macquul. Dabeesha taasna way keentaa, waxay tilmaantaa sultaan awood in qofka saldanad inuu helo, mulki inuu helo. Weliba yaan yuurna waa kula sii socotaa, nasiib baad u yeelan doontaa insha allahu tacaala. Marka hoos xanifa uga soo qor, xanif baa iisoo sheegi doona insha allahu tacaala. Saasaan aad kugu malaynaya insha allah. Ta kale ee qofka dhintay haddii soon lagu leeyahay, intii uu mtaqaana xanuunsanaa aana waxna laga bixinin, waa laga soomi karaa. Rasuulku waa tuu tilmaamay qofkii dhinto soona lagu lahaa saamicanhu waliyuhu, weligiisaa ka soomaya. Metela 30 maalmood buu jiifay oo ma soomin, kadibna wuu dhintay, waa laga soomayaa. Haddii 20 maalmood soonkii ka tegay uu dhintay, 20-kan baa laga bixinayaa. Ila inta kale wax takaaliif laguma laha, waa geeriyooday. Marka soonkuna waa sidaa. Gowraca qofka sameeyey ilaahay ka magan gal shar iyo dhibaato oo dhan, waa dembi aad geli doonto, ilaahay ha kaa najeeyey insha allahu tacaala. Jinniga ninka qur-aanka ka saarayna aad buu u wanaagsanaa. Waxaa dhici karta inuu ula jeedo si fiican uma fahfaahinin qofka wax tuuray, qofka qur-aanka saaraayey inuu markaa yahay. Taana wuu bogsoon doonaa insha allahu tacaala, qof ehelka ka mid ah ama qof xanuunsan, ilaahay idinkii insha allah. Nacam. السلام عليكم ورحمة الله عدك يقسي الله مغلا أخواني قولدي مقع سوح كسو حير الهيد سوق هذا مقع أنا مردو تليغا دعي ما أقان مميل كلا لغا سوق غلي مفيروس كيف الله سوق دري وابا لغا دعي مقع أنا إلهي بأي قسو علي قولدي دعضي عاوا بقي وحن سير مرلا بعد ميالا دعي إن شاء الله تعالى قفكي سواشي سوايانا هايسك صبرو إن شاء الله تعالى صابتو وحيتاي سؤالنا waaye insha allahu tacaala wax yar waa ii soo diri doontaa. Saa'ilka wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh, saaxiibtay ninkeeda baa ku riyootay xaaskiisa oo ku dul jiifto abeeso, ahay xaaskiisa oo ku dul jiifto abeeso weyn ama mas weyn, isaguna wuxuu leeyahay naa ka soo deg yayna ku cunine, naa ka soo deg yaysan ku qaniinine. Bal sheikh inaga jawaab ilaahay ku xifdiye waa yahay. Midda labaad wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, su'aal baan qabaa, wejiga ma marsan karaa cunto ahay cunaa weji la marsama, waxaasaad noo keentan caawayto. Canjeeladan cunaya weji marsanaya, iyo briiska, iyo baastada, iyo suugada, war wax dadka wax kasta waa la arkayaa, mise cunada wax kalaa laga wadaa waa yahay. cunada dadkii gaajaaba dadkii dhammaysay, cunada wejiga la marsanayo taas waaba la isku ciqaabahaya, waa karen miya waa yahay. Midda labaad wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, su'aal ayaan qabaa, Sheikh Xasan Ibraahim Ciisena igu salaan, iina weydii keliya, markaad tukanaysid qaraacada ka hor ma loo qaadi karaa? Qiraacada ka hor waaye miya, salaadaha subax iyo maqribka iyo cishaha keliga markaa tahay, ahay cishaha iyo maqribka iyo subxiga kor ma loo qaadi karaa markaad keliga tahay? Ahay middaana waxa leedahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, walaal su'aal baan rabaa in aad ii gudbiso lixda beri ee wadaca maalmaha ma u dhexaysiin karaa mise si xiriiraa baan u soomi karaa? Hadda tan xalay laga jawaabee, dadku ma hurdeen mise xalay maqnaayeen? ilaa sheekh xasan ibraahim duceeye, sheekh xasan ibraahim duceeye, amiin u dhaha ilaa dembigiisa dhaaf. Sheekh kala doon la wuxuu la xanafi see kaa noqotay sooniga xalay ka jawaabay xanafi sooniga dirb mashaahad noo korisa adigu ya ilaah, ilaahay noo xifdiyo ya xasan ibraahim, waa iska tayib kani sheekhayni wey dhib malahan buu ku leeyahay ma ogtahay. Marka waa ilaahay subxaanahu watacaala ha noo daayo waayahay. Markaasay ka heleen oo way ogaadeen wixii in lagu celcelinayo, markaasay haddii qaarkood muud bay iska gelayaan hadday rabaan, ooy anagu waa isognahay shiiqu markuu naga tagaan suureysanaynaa insha allahu tacaala waa yahay. Tan miyaan ugu dambaysiya mise wax kalaan ku dara insha allahu tacaala? Falyatafadal shiikhuna alfaadil, intan inay badantaa laga yaaba.
بسم الله الرحمن الرحيم gabadha ay sada ku dul jiiftay waa cadaw ay ka adkaanaysaa insha Allah marka odaygu ma fiicneen inuu ka kacdo waa fiicle dil dil inuu dhaho saasa marka wanaagsaneed marka insha Allah ta'ala waa iska fiican tahay taa wajiga ma la marsan kara cunto marka cuntada xanafi waxay ula jeedaan sida marka dambaba kareemka ay ku soo qoreen waxaad arkaysaa hadda kareem babaay laga sameeyay kareem mango laga sameeyay oo korka la marsado hilib weli ma arkin laakiin caanana waa jiraa saan u malaynayo marka waxyaabo noocaas oo kale ah mushakalka bahalka ha waa runteed fruitka laga sameeyay marka malabka laga sameeyay marka wax diidaya marka ma jiro wax diidaya ama nas marka diidaya marka ma jiro hadii la soo sharsharxayo la soo waxay waa iska wax dhiba ma laha waa la iska marsan karaa shaambada xataa laftigeed hadda waa ukun baan filaya qayb ka mid ah samaha qaar waa imtiqaana neerer jiinka ama qumbaha waxaasoo dhan marka waa laga sameeyaa insha allah fitamiinka su ugu baahan yahay gudaha iyo korkan ugu baahan yahay baa la yiraahdaa marka wax dhibaata kuma sugna insha allah tacaala qirada kor waa loo qaadi karaa salaada markaad keligaa tahay faatixada akhrisanaysaa suurad kalena waad ku darsanaysaa wixii jahriya waad la jahraysaa wixii siriyana waa la siriyeysanaysaa markaad keligaa tahay imaam marka la tukanayna waaba la rabaaba in kor markaa loo qaado shawaalka waa la kala jarjari karaa oo maalmo waa loo dhexdhexaysiin karaa waana la xiriirin karaa in la xiriiriyo way fiican tahay in la kala googooyana way bannaan tahay labadaba saad u tukato sita shawaal baa lagaa rabaa lix shawaalka ka mida inaad markaa soonto insha allah nacam جزاك الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى هاكو حفدي سؤال شان وحي الليه هاي قبر أي سؤال قبطه اقود بحنا فيه وحي الليه هاي أنا قو أهرده أي وحا إصو ويراري شمبره دول دولية المها إيغانا وان كعراري أرتن فليسنا وامد فليه واي هاي أي مركان سو لابطينا وحا لئيري المهي واقبتين محي تهي رياضة نوعاس جزاك الله خير قد بسؤال وياي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمن كي تنبأ تاجتك وان دعي سنيي وح بدن ايان كنت دعي سنيي تتك خير هل وح لي لغو دعي ستا سو وح كستو الهي ك ما بري كرو كرتيد الهي انك انك اقبله اهي وحكس إلهي مكبري كرا مس خير كلي أن كنت عيسان كرا معناها جور إيه مكنت عيسان كرا يوم داك وضع يوم أرتي يوم دا شق إيه العق إيه إحساس كرا لقيا با نسي واضحية حقا قبض واضك عشوطي مداك صد حدو حلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيق وحان كل رياضة تنا نوار ريو وهمين كي رياضة وشمع أنا إيه هو يضي أو نيف أري أه ودنا وبادي وواجي باديها إيشوكتي ميل أري بدن شوغان ودنا مركان ukeenay ayay carartay neefkii kadib neefkii baa cararay bay leedahay kadibna waan eriyooday oo soo qabtay markaan arigii badnaa u keenay mar dambena ma aysan cararin ahay waaga yareed bay midaa dheeraysay mar dambe aysan cararin hooyadiina muddo ma arag ii soo duci allah hooyadiina muddo ma aysan arag bay leedahay ii soo duciya sheekh ahay waayahay نهرية في عن بديه من حصيب من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلو أنا قلنا من ما كدر صدا آدي لبتي في ورير وهاي ما يسكد أحبها كدر سنينة خير الله كسي فليتفضل شيخنا شيخنا الفاضل لله سبحانه وتعالى كبركيو بسم الله الرحمن الرحيم shimbir aa kuu timid waad ka carartay kadibna wixii ilmihii aad ka tagtay way gubteen baa lagu yiri shimbiraha sidooda waxaa lagu fasiraa khayr iyo wanaag khayr iyo wanaag ayaa lagu fasiraa marka ilaahay idinkii gubashada wax dhibaata kuma sugna laakiin khayr baa kusoo wajihi doona ilaahay idinkii waayo shimbiraha waxaa loo doortaa inta badanba ilaahayna uu doortaa qofka ahlu jannaha ah sidiisaba ama dadka shuhadada ah arwaax shimbirtaa la geliyaa markaasay jannada kula duulaan xayfu yashaa-uun meeshii ay doonaan marka mar walba wixii khayrkaa loo isticmaalaa teeda kale waxay kaloo tahay qofka inuu helo ii sheeg wax lagu magacaabo tawakal
إنه آد إلهي أتلا صارت سبحانه وتعالى وح وقت لا يريش برها مجرته إلا النبي يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير سيد الشمبر كان الذين قودين لها أبو لهي رسولك صلى الله عليه وسلم هدي آد إلهي سفي عن أتلا صارن لهي ذين مرك وخيرك صوت دونتها كعررين مرك إن شاء الله تعالى هدات كعرت لو لجيرا لبا كودع دون سو مجد إن ميوكا قتيني مرك لبك سوسا كودع مرك خير وناك واي ريدا نوع عصر كلا وح والبود ويدي سنكرتا ليلة القدر جاء معناها هذا الكعك وح كجرم وح كستمر ويدي سنكرا مس خير كريه لو ويدي سنكرا معناها الشر مية ربتينا ويدي ستت وميا لكن دتك قبل كمد أهو حي خير كأم لا ينكرية جنة إيو إن إلهي قفك جنة سيو أدونك وح خير واجرة وويدي سنكرتا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لبضبة قول هدات كدو عيسوتو مال هدات كدو عيسوتو عافمات هدات كدو عيسوتو وحكستوا خير أدونه إله كسي سبحانه وتعالى مركا هاديهن خير كدس ما إله لويدي سنكرا مسا وحو البا لويدي سنكرا وحا لويدي سنكرا وحو البا أو خير أه أو خير أدوني ميت آخرة أولاد قوبط عافمات قور حولو وحكست إنه إله كسي سبحانه وتعالى وحيابة دباطو كوكوسو إنه إله كاقبطو وحاسو نوالو لغوتو عيسانا يا ariga ku soo haray ariga sidiisaba waa xoolaha la dhaqdo kuwa ugu fiican qofkii ku riyooda rasuulku wuxuu yiri waxa ugu kibir badan buu yiri oo ugu diin fog dadka geela dhaqla geela dhaqda waxa ugu faan badan buu yiri dadka fardaha dhaqda waxa ugu sakiina iyo xasilooni iyo deganaan iyo waxa taqaana wax deganaan oo xagga sakiinada iyo xasiloonidana waxaad ugu tagtaa dadka ariga dhaqda macnaha dulqaadka waxyaabaha noocaas ah arrimooyinkaas oo dhan ariga marka loogu tagaa marka bacdima saas ay tahay ariga waxyaabaha la dhaqda asaga ugu qiimo badan ilaa nebiga uu yiri sallallahu calayhi wasallam xadiis kale maalinta aakhiru zamaanka marka la gaaro dadka waxaa u khayr badan nin waxoogaa quneymaad ariga haysta oo inta baxa meel shicbiiyo buuraha dhexdooda la taga salaada ku ooga sadaqada isaga bixiya ilaa yaqiintu markaa uga timaado marka ariga intiisa badan xasilooni iyo dulqaad iyo deganaan iyo waxyaaba lagu fasiraa nebi ma jira ilaa ari buu soo raacay sababtu waxay tahay ninka ariga soo raaca waa ka dulqaad badan yahay ninka xoolaha kala raaca ariga waa ugu dhib badan yahay celceliskiisa geela ninka dhaqdha ee raaca intuu iska jiifta meel yuu geela iska sii daayaa laakiin ariga saas ma aha marka nin ari u dulqaatay bani aadamna waa dhib badan yihiin saas darteed baa rususha waxaa tababar looga dhigaa inay ari raacaan waad arateen nebi ma jira ilaa ari uu soo raacay intaas waxaa laga wadaa inuu dulqaataa la rabaa ilan bani aadamku hadhow u tagaa laa ilaha illaa dhe waa lagu soo cantuufayaa waa la soo cayna dhib baa la soo gaarsiinaa waxba lama ah ilan aribu usoo dulqaatay taa markaa loogu talagalaa marka insha allahu tacaala waa xoolo aad heli lahaydeen oo marna aad weyn doontaan kadibna dib idinkugu soo noqon doona insha allahu tacaala nacam السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رالي هذا وحا خدك إيسو قلي شو عبد غني قرضاوي ومعركتين السلام هاي وان لها اللي هاي فريد تمنك يبقل كوني السلام يا سلام الله ويا إن شاء الله تعالى وحا نكون احترا برنامج كيني أيا نكسي نكون احترا سؤاله يا جوابه بسم الله الرحمن الرحيم أرميق الله ما سؤاله ويا واكوانا هبلاي صبورته وقمت شيء سؤال بانقامين من اللي يسين كرا ma wiil baa tahay mise gabar aan ku siiyay gacanta soo taaga waayahay soo taag gacanta gabar ha igu noqonin insha allahu tacaala dhowr marar badan baa wasbari soo dirtay dowlad waraa dhabar naga damay ninkan ninkan naga tuuray bal kaamarada shiday soo taag gacanta insha allah dowlad may haawaata ku tagan tahay waay insha allahu tacaala
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا العود بشرة واي إن وضم هاتصنطي ولا الأطباء وضم هاتصنطي حسنو إن خير كي الدين تولى السعودي إن كستو عن قولك مرضا بسوق لي إن سؤال شيدي وحوي يعني قصو كوبية وني ووحا نتشوقنا ميلة فوق فوق كما حنو سوق لي يمحوها كوار سي حبك لي وار نيغا دا وسبرك نيغا وحان سؤال كوي إن وحانو ديغنا عشرو كلا نعنو عانو ديغنا عشرها دا وحا كميدا ميد نيرسين عمل إن عافماد كا marka wax barashadu hadii ay gasho metelin adigoo neersin baranaya caafimaadka baranaya waxaa lagu darayaa laba dumar oo aan ama gabadh aan adigu shaqo ku lahayn oo meel bay kala soo shaqeynaysa ama yadaabad ka shaqeynaysa oo shaqo lagaaga darayaa gabigeedaba en arinta baldiintu maxay ka qabtaa wixii aan baranayay marka ma xaaraan ba en waxa kale oo jira oo aan ku darayaa nin saaxiibkay baa isna wax ka shaqeeyaa oo kab waxbarasho ahaan jooga hotel weyn oo cuntooyinka lagu kariyo waxaa ka mid ah qansiirka iyo waxyaabaha kale ee kariya uu ka shaqeeyaa baratiga ahaan buu jooga uu bartaa de markaa meeshaas maxay soo baxaysaa waan tukanaa en wili baynaan dhageysto aad u dhageystaan jeclahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh aan ku raaciyo sheekh xasan ibraahim ciise mid labaad بارك الله فيك نكلي راد دولدو اد با ما سنتي ماغا قاد دوا شيغانو لكن ماغا ايغي ما شيغنين ان شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا ان شاء الله الشيخ حسن ابراهيم عيسى وانا مقلها يا وانا ملينيا ان مثل بعض او راعيو هي ما دام وقت قلنا هيو هي واتشوغا وانا ملينيا حسن ابو دا هدا يان هدو تيان ليلا يا انو كو اسو كلام غدبيا سؤالها سو كلو تيرا بدر نو عاسو كلا baan gudbiyaayo eento ay ka buuxday iyo maartay soo kala markay aan leegu qosilin markan su'aalaha soo gudbinahay siday u qorayeen balo soo qoraan gudbiyaan ugu assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sadaxna fi waxaan u baahanahay sida diinta ay qabto in jawaab cad layga siiyo su'aashan waxa jirta wiil furay gabar iyo saaxiibtay ah taaso uu ku furay laba dalqadood oo hal mar ah kadibna hal dalqado markii ninki isaga ahaa wuxuu keenay in uu yiraahdo gabadha sheekh ayaa igu dhahay labadii dalqadood oo hore waxay u dhigantaa hal dalqadood kaasoo fursad u siinaysa inuu ku xalaalaysto gabadhaas marka sheekhow wixii cilmi ah oo aad nagu siyaadinaysid khayr allaha ku siiyo nagu caawiyo jazaakallahu khayran ahay su'aashan waxay leedahay su'aal caataa bay tiri gabadhaan waayahay waa qoladii hore ila socon jirtay waagii hore caatada maqla jirtay maxay tahay tano salaada casar salaa sunnaha miyaa laga hormarin karaa taas sheekh waa ka jawaabaan umalaynaya insha allahu tacala adiga hadda gadaal ka soo galay falin tafadal sheekhuna alfaadil insha allahu tacala بسم الله الرحمن الرحيم waxbarashada walaalkeen sheegay xafiilay caafimaadka ula jeeday gabdhaha lagu dareyna sababta lagu darey muusa noo soo sheegin ee sheek metel marka wax la barto practical baa loo baxaa wax la yiraahdaysay ila tahay adiga iyo laba gabdhood baa leedin yiri ordaha meesha ka soo howl qabta miya waa macquul in sida aydana tahay marka horta sideedaba wiilasha iyo gabdhaha meel lagu kala bixiyo maba joogtiinba xaqiiqda marka la fiiriyo maba ka hadli kartiinba oo ma dhihi kartiin sidee saana loo yeelay iyo maxaa gabar keligeedna loo diri waayey iyo sacuudi carabiya ma joogtaan waxaad joogtiin waddamo kale oo bay ka caado tahayba oo howlaha ugu muhiimsanba ay dumarku qabtaan xataa dayaaradaha waxaan maqlay hadda dumarka kaxeeya waxaasoo dhanba waa ayagii marka saa darteed akhi horta lama joogo meel looga jawaabi karo oo laydin dhihi karo waxaan waa sida iyo waxaa waa sida dhakhtarka waad aragtay waxaa kalkaaliyo ah qof dumar ah midka xafiiska fadhiya waxaa sekretaariyo ah waa qof dumar ah madaxweynaha waxaa sekretaariyo ah qof dumar ah waa xilli noocaas oo kale ah marka saa darteed ha la dadaalo intii la dadaali karo intii la isdhowri karana ha la isdhowro
انت وحلا بران كره هلا برتو انت ايضا وحلا بران ايو انت كستو اود هذا اي تهاي او اتكفو غان كرتوحي مخالفات اهكفو غو مثل هذه سكول كي اذيق اد لغتي قبليه اي دكتين لايذين لهاي بحو ميشا كسو هول قبط او اد اسراعضان ام اد كهور مرتو ام اي كاسي هور مران او هولا لسو قبان اي اي تهاي قبليه اي دركو دو وطان كل واحد باتاكو مسوقنا لكن اس دحدرسن ايو ان ميل خلويه ايو ادي غبر ان لدين دو اردها ميشا غلا اي انت واخ كسو قبت اي ودين اسلام وكو ممنوع لما اوغلا marka sa darteed wax allaah wixii diinta islaamka wax u dhimaaya iska ilaali wixii sa wax aan u dhimeynin wax barashadan aad ku gaari karto ila wadanka aad joogto laga ma aqbalaysan u maleeynahayo kiligi halay dir iyo gabarta lagu madaraa iyo arin noocaas oo kale ah ma jirto ma soconayso meeshii adiga tagay adiga waxaan ka baranayaa yiri marka aad ku qasbantahay wax allaah wixii meesha lagu socodsiinay oo nidaamkeedu u yahay inaad qaado iyo dariiqeeda walla gama marmaan oo waa muhiim ayda saas ee jirta hadana cismi diinada jirto qofkiinu diintiisa dhowrsado walla gama marmaan marka hadii wax khaladaad aysan markaa jirin oo gabadhii iyo wiilkii inta meel la galiyo hawsha qabta oo guri kaligood la galiyo ama xafiis kaligood la galiyo haduu yahay rasuulku diiday sallallahu alayhi wasallam waxyaabo ka sii dhib badan haday yihiin rasuulku diiday laakiin meel saas isaga republic oho isbitaal la wada joogo hawsha la wada qabanay ay tahay marka xanuunsanada isbitaalka waa tagnaayo gabdha qaqaawan iyo wax kasta way sii joogaan kii hooska fiiriya iyo kii ilaahay ka magan gala iyo kii ilaahay badbaadi asoo dhahaya galo ka soo baxa iyo si un baa laisku badbaadiyaa marka insha allahu tacaala allah idin wada xafida dhammaantiinba intaad isxafidi kartaan ood is-ilaalin kartaan hal is-ilaaliya insha allahu tacaala ninkan oo cuntada meesha lagu karinayo lagu tababarayo khansiir lagu karinayana waa inuu ka soo tagaa waayo wax qiimo leh iyo faa'iido leh marka ma aha meel oo digaag iyo imtiqaanaa chicken iyo iyo samaki iyo busteki iyo meel lagu karinayo meeshaasaan kugu ogahay dhe insha allahu tacaala labadii dalqadood baa kuu soo hartay sideedaba walaalayaal dalqooyinka markuu ilaahay tilmaamaya wuxuu yidhi alطalaaqu maratan fa imsaakun bimacruuf aw tasriixun biixsaan dalaaqu waa labo ibni cabaas baa layidhi tii saddexaad aaway markaasuu yaal imsaakun bimacruuf aw tasriixun biixsaan waay naagta waad furaysaa hal dalqo waad soo celinaysaa haddana waad furaysaa haddana waad soo celinaysaa laba soo maaha ta maratan waa sidaa ta saddexaad waa imsaak bimacruuf oo tasriix biixsaan soo ma soo celin mar labaad ama toos u hayso si wanaagsan ama toos u sii daa oo dalqadii saddexaad u dhammeey saasaa markaa loola jeedaa haddaba su-aashu waxay tahay qofka hadduu dhaho naagtiis uu dhaho waan ku furay waa hal dalqa un hadduu dhaho boqol baan kugu furay iyo haddii uu dhaho saddex baan kugu furay iyo haddii uu dhaho intaasaan kugu furay waa mid waxaa laisku haystaa marka laba ka waran laba hadduu qofku dhaho ma mid baa loo isticmaalaa mase labada way loo isticmaali karaa oo labada way wada dhacday labada qolba markaa wuu jiraa xataa saddexdaa la tilmaamaa ilaa cumar uu yidhi dadka wax loo kaadsiimin lahaa bay ku degdegaan haanta wixii ka dambay ninkii naagtiisa saddex dalqa ku talaaqa saddexda waa ku socodsiinaynaa buu yidhi marka taasna waa sidii labadoo kale labada haddii aad dhahda labaan kugu furay labadii way dhacdaa ama mid baa laga soo qaadaa labada qolba markaa wuu jiraa bacdamaa labada qol uu jiro qofka bini aadamka ah ee muslimka ahna haddii nas labadaba la helo mise midda asaga danta ugu jirto ayuu markaa qaadanayaa haddaysaba dembi ahayn marka haddii laba dalqo aad duurtay oo haddana mid saddexaad kaa dhacday oo labadii aad xalka heli karto xalkaaga qaado saasaa markasta ay tahay hadda hadday rabitaan jirto oo ninkii naagta israbaan oo laba dalqana ay dhammaato hal mar uu tuuray halna ay gooni u dhacday labadii haddiiba qiil loo heli karo way wanaagsan tahay waayo ninka iyo naagta inay isku soo noqdaan ayagaa markaa khayr badan buu yidhi ilaah subxaanahu watacaala marka tarqiib hadday jirto laysrabo labadii dalqa labada qolba way jirtaa haddii raqbo ay kugu jirtood soo noqsanayso naska meeshii dan anagu noogu jirtaan ka qaadanaynaa bacdamaa labaduba ay jiraan rasuulkaa yiri laba dalqa iyo waxaasoo dhan lama tuuri karo mid baa in la tuuray tahay aayaddii qur-aankan halhal in loo tuuray sheegtay qoladii ku dhegtay waxay leeyihiin labaa la tuurayaa maba dhacaysa mid baa laga soo qaadayaa mid keliya ayaa laga soo qaadayaa markaa dad xaaskaaga u baahan tahay waad isticmaali kartaa dariiqa noocaas waad qaadanaysaa insha allah nacam جزاك الله خيرا الجزاء الى سبحانه وتعالى ميسانك حسنات يا كوسار الشيخ حسن ابراهيم عيسى الى سبحانه وتعالى انا كنت جعلاده حوغا 2 دقيقه 3 دقيقه الشيخ ما سينا
وكوب شاه يكوب عانا وكودفته انت انا جلين ان فيسك لباد الان مركي ان صلى الله تبع لوقي لسوب هي خطو يقو اي خلق يقول انت انقفلو هاي بليس 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 هاي قسيد دين يقود بي الله قبر الكان اصبر اختي في الله كاسي دين مي ان شاء الله تعالى مركا وحير صبر ان شاء الله تعالى الشيخ حسن ابراهيم عيسى كوب كاجي شاه يقول في عانيه الله سبحانه وتعالى شن دقيقه هاي dadka wax soo qorqoraya yaana idin ku ridinay hada jooga meel shawsha sawli inta lama hadinke ahay anigu askari baan ahay anigu waa iska hadlaaye anigu waxa weeye waa horan shaqaalaysiye marka waaye insha Allah taala breefadka ku fiiriyay waan idin haya insha Allah taala jazakum Allahu khayran ilahi subhanahu wa taala hadan xifdiyo adduunyo akhiraba ahay واي ان شاء الله تعالى وحنا يا وحان بدنين ان شاء الله تعالى هل مر بان كردي يا شيخ ان شاء الله تعالى لبا لبا صدح صدح يا فرافر بان سور راعينيا الى سبحانه وتعالى نوب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وري ونكسن واستمساك وقبصش بحبل الله سبحانه وتعالى لكن الشيخ هبل علي او عريف ميات كودي مثل محمد عريف ولادك سعوديان كاه لابد بس هي نقطه واسكوميت ولال الهي دين تحقق سوغ ان شاء الله تعالى وحاله لجيدا ان الهي دينتي سهدايه هي خير وكل الدار إلى إليك نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته isku soomi kara sanki qallaha ahaa iyo kan shawaalka ah hal mar isku soomi kara hadana ka jawaab saamul inaayo marka insha Allah mid waa taas mid kalena waa walaal soonki baan waxaan ciyaalkayga la ayaari jiray ayaari jiray okay soonki ayaa ciyaalka la ciyaari jiray marka oo waqtiga isku dhaafin jiray walaal ayaarta dambi miya mee ka wadaa walaal leedo dambi miya okay bal soo qabta sheekh insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم شوالك إيو قلدها إسلا قدن لابا وقتك كالا ديك إن شاء الله تعالى قلد قدك بعد شوالك صور هذا كعب سنة إن هدنا وفصح كالا عاد قشو أو شوالك أدام يسن ويسنة قلد ديب قدك شوالك صور كديب نصو قلدي واي قلد إلا شعبان كالويسعون يسا ووقت محدد إله مات المامينة فعدة من أيام أخر بويري اما شوالك ميل بو مركا كو ايغي هي سونك وان عياري جري با تير عيالك لعيال عيالك ولا لا عيارا دينتو وي قبطا حاسك عيالك وحيابا دن ان قفكو ولا عياري كرو لكن عيارتا عيارتي تمحي تهي نو مسو شيغين عيار عادي هدي تهي لا عيار وقتي كميدا لكن وقتي دن ايغا ملها وقتي قران اخرسو وقتي عيالك لا عيار وقتي وشيكي وقتي انت تصيحتو waxaa la rabaa koo inuu lugta kaaga fadhiisto koo inuu jilibka kaaga fadhiisto koo inuu dhabarka kaaga socdo koo inuu macnaha saas inay nolosha ahaato taasaa markaa fiican marka wax dhiba kuma sugnay insha Allahu ta'ala naam wax badan isoo raac raacsi aqi wax badan isoo raac raacsi
السلام عليكم ملا مخلا رال نقد ويجاك دقي أنا جاني إن شاء الله. أوكي أوكي شيخ حسن السلام عليكم. ولا الدين تمحي كقبتا دين تلقاته مركي واحد برشو مركي واحد لبرنا يعني أنا واحد برشة الدين تلقى هذا نايو هدية أودي ويسسك على إسكو بيليو مركي واحد برنايو. أوكي قف واحد برنايو الدين إنه قاطر وبيل كدكت يوعو كدكنا أنت. أوكي مركي الله صلى الله عليه ولا صوم قال أيا ليقول لي هاي مركي ما إسكو صومي كرا صومي. أوكي ثم أتي أو كجوابته تا سوري أو بحري المردو. أوكي رأنا لغدا بيحي أسكو سو الله ولا هون هاي. صدر صدر إن شاء الله ولا لك السؤال قبل والتاسك جو الشيخ أحكى لهم إن شاء الله ولا لك صدر صدر بيحي سؤال قبل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم واحد برش الدين ولو قاضن كرا عنتا ويسي وأو قاضن كرتا لبا كوغو دعي وادو قاضن كرتا. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه لاك وإن يسرب كجيرين وإن يسرب مركا أهين كن بات قاضتي كن إشان بقول بلغاق جرانا يا لابا كن بات قاضتي سي لغاق يريرانينا يسدح كن بين قونيسا وممنوع لكن وح الله لوحي دين معاملات كي كمتها هاي معاملاتك اي كميه تاي دتك مسلمين تن ولو اقول يهي اني ديني قاطان وقت اني لهات لغو وحيه ساسا مركا لو بهي هي ان شاء الله تعالى اقي ان شاء الله دي حنفك هلسن يهي ماشي نوغو سو غبا غبي ان شاء الله تعالى انت صار قص وقت منينا سؤاله ايوه انت كل ان شاء الله تعالى الى وحق برينا دمانتين انه حق اذا وافجيه الى حيدك كبر يا انت حنوصا انه الهي عافي ما تام سيو الى حق بر يا سبحانه وتعالى انت مراد لي انه الهي مرادك وذو خير لالهي اسخره ان الله لي انت دين دون انه دينت الهي افضدايه ان الله لي انت علم دون انه الهي علمي اسخره ان الله لي انت صون تي صون كود انه الهي اقبله انت سو من انه الهي سو هنوني سبحانه وتعالى الى حق بر يا قف الله لقفك مراد له مرادك سو خير له إنه إلهي أسخره إلهي أسهله إلى حان إذن كبر يا دمانتين باب في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إن شاء الله تعالى عرفت إلهي هذه حفظ أنت عرور له إلهي هذه كقبض لباتوين كمشاكلاتك في تنت الدنيا كجرت الأمان إلهي هنريد مريو إلهي سبحانه وتعالى قف والباء إلهي دين تيسا إيا دقن كيسا iyo dabeecadiisa ilaahay ha u hagaajiyo san khayraadkan iyo wanaagan ugu kulanay dhammaanteen ilaahay jinooyinkiisa firdowsi naciim ilaahay ha nagu kulmiyo zalalka iyo qalalka iyo khataada iyo dembiyaalka naga dhacayna ilaahay ha naga saamixa insha allahu tacaala inta san caawa kusoo gabagabeynayna insha allahu tacaala waa inuu kulan dambe haddii ilaahay nafta nagu gaarsiiyo insha allahu tacaala waxaan iscodsanaynaa oon iska codsanaynaa in laysku soo duceeyo inta la kala kala maqan yahay ilaahay camalkeena iyo dacwadeena biikhlaas ilaahay ha ka dhiga insha allahu tacaala ala dartii markaa loola jeedo intaan idin dhibnay oo aan idin daahinayna ka raalli ahaada insha allahu tacaala in allaale intii wax aadan ogoleyn oo aadan raalli ka ahayn aan idinku dhahnayna raalli ka ahaada insha allahu tacaala waxaan qaladnayna insha allah ilaahay aan uga dambi dhaaf weydiisanaynaa ilaahay baan ka baryana inuu naga saamaxo allaale wixii aan asiibnay oo sidii loogu talagalay aan u dul istaagnayna ma aha cilmigeena iyo caqligeena iyo garaadkeena balse waa tawfiiq ilaahay subxaana watacaala ilaahay baana waafajiyey asagaana mahad iska kuleh subxaana watacaala waxaana weydiisanaynaa inuu ilaahay naga sawaabiyo abaalkeedana markaa uusan nagu qadinin intaad ku sabirteen oo meesha aad fadhiseen ilaahay miisaankiina xasanaadka allah idinkugu siyaadiyo ilaahay caawa inta aad dhegaysateen intii aad faa'iidaysateen intii ilaahay subxaana watacaala dartii aad u maqasheen ilaahay ha idinkugu anfacayo لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين حنفنا إلهي هو هجاجيو كمبيوتر كيسة إلهي سبحانه وتعالى ميزان كيس حسناتك الله أصار قبلها إيوليش ما
maamulka wada oo dhan ilaahay waxaan uga baryayaa in sida dadaalka badan ay marka u wadaan iyo sida ay qolka u daadihinayaan iyo sida ay u hagayaan iyo sida ilaahay subxaanahu watacaala u waafajiyey ilaahay miisaankooda xasanaadka allah uu ku daray insha allahu tacaala in allaale inta kasoo qayb gashay meesha joogtan ilaahay subxaanahu watacaala markay meesha ka istaagaan waxaan uga baryayaa dhanban maqfuuran dhanban maqfuuran dhanban maqfuuran ayagoo dembigooda la dhaafay inay meesha ka istaagaan ilaahayna jannadiisa ugu bishaareeyo ayaan ilaahay ka baryayaa allahuma aamiin allahuma aamiin allahuma aamiin.